السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح مع بعض إن شاء الله النهاردة آخر محاضرة في النظر بتاع البايو، وهو الـ Genetic Basis of Cancer and Gene Therapy. فكرة السرطانات الشباب ببساطة إن خلية اتجننت، وبدل ما هي بتنقسم بالمعدل الطبيعي بتاعها بدأت يحصل لها Uncontrolled Cell Division، يعني بدأت تنقسم بغباء وتديني خلايا كتير قوي كده. والخلايا الكتيرة دي بتعمل انفيجن للنيبورينج سيلز، بتبدأ تغزو الأنسجة اللي حواليها، كمان بتبعت ميتاستاسيس، بتبعت ثانويات للدم تروح تغزو تشو تانية. تغزو يعني تحل محلها، يعني تضغط على الأنسجة اللي حواليها وتعمل لها أتروفي. تمام، ده فكرة السرطانات ببساطة. ولكن جينيتك نيتشر اوف كانسر، الكانسر ده عبارة عن كومبلكس ديزيز بينتج نتيجة الانكنترولد جروس. السيل بروليفريشن ريزلت ان ماس، بينتج عنها ماس كتلة كده بتنفيد، بتبدأ تغزو الخلايا اللي حواليها، وممكن تبعت ثانويات ميتاستاسيس لأماكن بعيدة، تبعت ثانويات عن طريق الدم، عن طريق الليمف وهكذا. يعني بقول لك ان الميوتيشن اوف جين ويتش ريجوليت، بص في 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 طبيعي، قلت لك قبل كده حاجه اسمها سيل سايكل، اللي هو كان فيه هنا ميتوسيس، كان فيه هنا جي 1، كان فيه هنا الاس، وكان فيه هنا جي 2. دي السيل سايكل اللي الخليه بتمر بيها عادي. المفروض السيل سايكل دي تنظمها ومرور للخليه من 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 فيس للتانية. في حاجات بتنظمها، في جين مسؤول عن انتاج بروتينات بتنظم السايكل دي، يعني الحاجات اللي بتعدي الخليه من الجي 1 للاس، واللي بتعدي الخليه من الجي 2 للام، واللي بتشيك على الدي ان ايه سليم ولا في عيوب. الطبيعي في ريجولاتوري بروتين للسايكل دي. تمام، لو حصل ميوتيشن في الجين اللي مسؤول عن الريجوليشن ديت، الخليه لما يبدا يحصل فيها دامج للدي ان ايه بتاعها او تبدا تبوظ، محدش هيشيك عليها، فبالتالي هتبدا تتكاثر وهي فيها دي ان ايه دامج، او هتبدا يعني تتكاثر بغباء من غير ما حد يوقفها، من غير ما تقف هيحصل لها ان كنترولد سيل ديفيجن، يعني هيحصل لها سرطان. بقول لك الميوتيشن اوف جين ويتش ريجوليت السيل جروس اند ديفرنشيشن ليدنج تو ان كنترولد جروس اند مالجنانت تيومر ديفلوبمنت. الجيناتيك تشينجز كان اوكير ات ميني ليفل، التغيرات في الجينات ممكن تحصل على كذا مستوى، ممكن تحصل بسبب جين او لوس للانتر كروموزوم، حته من الكروموسومات اتقصت يعني خسرناها، او حته جات جديده، او ممكن تبقى على مستوى سنجل نيوكليوتايد، نيوكليوتيد واحده غيرنا التي مثلا، بدلناها بيو، بدلناها بايه، بدلناها بجي وهكذا. ممكن على مستوى كبير، على مستوى الكروموزوم، الكروموسوم حته كبيره منه اتشالت، او حته كبيره منه اتضافت، حته اتضافت عليه، او ممكن يبقى على مستوى نيوكليوتيدا واحده. تمام، بقول لك عشان يحصل سرطان او كانسر او كده، يعني بيحصل نتيجه ابريجنز. يعني ايه جينيتك ابريجن؟ يعني تشوهات جينيه، يعني بدا يحصل ميوتيشن كتير وتراكمت وما تصلحتش، فبدا يحصل لي زي تشوهات جينيه. التشوهات الجينيه بعد كده هتؤدي الى سرطان، يعني ان كنترولد سيل ديث. بقول لك ذيس ابريجن كونسيست اوف ميوتيشن اند كروموزوم ديفكت. ميوتيشن اوف جينز ذات كودد بروتين ويتش ريجوليت السيل سايكل، سايكلين وسايكلين ديبندنت كاينيز جين، دول اللي بنلاقيهم في معظم السرطانات. اللي لسه قايل لك من شويه ان في حاجات بتتحكم في السيل سايكل، منها من ضمنها السايكلين والسايكلين ديبندنت كاينيز. الحاجات دي المفروض ان هي نورمالي كده بتطلع، المفروض ان دي جينات في الدي ان ايه مسؤوله عن انتاج بروتينات، البروتينات ديت بتعمل ريجوليشن للسيل سايكل. تمام، فلو حصل ميوتيشن في الجينات ديت، بالتالي مش هتطلع البروتين البروتينات اللي بتتحكم في السيل سايكل، فبالتالي هنلاقيها في السرطانات. عشان كده الميوتيشن في الجينات دي بالذات بنلاقيها في سيفرال هيومن كانسر، في معظم السرطانات اللي بتحصل ليها. بقول لك ان الكارسينوجينيك ايجنت برضو انفولفد في من ضمن الاسباب، من ضمن الحاجات اللي بتسبب ميوتيشن او طفرات، الكارسينوجينيك سبستانس او الكارسينوجينيك ايجنت، المواد المسرطنه زي مثلا السجاير، مثلا زي الراديشن مثلا وهكذا. السرطان عندنا على ثلاث اشكال، في الجيرم لاين ميوتيشن او الطفرات بشكل ادق، الطفرات على ثلاث اشكال، في الجيرم لاين، وفي السبوراديك او السوماتيك ميوتيشن، وفي الكروموزومال ديفكت. يعني ايه الجيرم لاين ديت؟ اللي هي المورثه، اللي هو انت اكتسبت مرض جيني وخدته من ابوك وابوك خده من جده، وانت هتورثه لعيالك وهيفضل ماشي على طول الفرع ده اسمه جيرم لاين ميوتيشن. ذس از كولد فاميليال كانسر. يعني ايه فاميليال كانسر؟ يعني كانسر بيحصل في العيله لها.
about 5 ل 10% of cancer cases. This mutation are present in every cell of the body. الميوتيشن ده موجود في كل خلية من خلايا جسمك. الـ DNA نفسه هو اللي فيه مشكلة، ما هوش حصلت على مستوى خلية واحدة، لا ده على مستوى الـ DNA كله الميوتيشن موجود وبيعدي من الأب لابنه كده، تمام؟ في ده أول حاجة اللي هو جيرم لاين. في بعد كده اللي هو الاسبورادك. الاسبورادك دي حاله واحده بس اللي هو حصلت فيك انت بس ومش هيتورث على اللي بعدك. انت تعرضت لإشعاع مثلا فجالك سرطان مثلا البروستاتا، جالك سرطان الكبد، جالك اي سرطان، اتعرضت مثلا لفيروس معين، اتعرضت مثلا لاي حاجه عملت لك سرطان، فانت حاله فرديه اسبورادك كانسر. بيقول لك اركوز باي تباكو، تدخين مثلا، او تعرضت لإشعاع مثلا زي الالترا فايلوت ريز او كده، او تعرضت للراديشن، او تعرضت للسموم، او تعرضت للكيميكال. الميوتيشن ديت بتبقى مش موجوده في كل الخلايا، موجوده في المنطقه اللي انت تعرضت لها بس. يعني انت تعرضت بصدرك بس هتبقى موجوده في اللنج بس، تعرضت ببطنك بس ممكن تبقى موجوده في الكبد بس، ممكن تبقى في السبلين بس، وهكذا. تعرضت مثلا بالمنطقه اللي تحت ممكن تبقى موجوده في السبرم في التستس بس، وهكذا. This mutation are not in every cells. بتبقى موجودة بس في المنطقة اللي تعرضت للخطر، وما بتعديش من البيرنت للتشايلد. هي مش مورثة، ده هي حالات حصلت لك انت بس وانت مش هتورثها لعيالك، لان هي مش في كل الخلايا اللي في جسمك، تمام؟ النوع الثالث بقى من الطفرات وهو الكروموزومال ديفكت. ده مشكلة على مستوى الكروموزومات، وكنا خدناها في الهيستو بالتفصيل، في نيوميركل وفي ستراكشرال. مشكلة في العدد زي الترايزومي 21 مثلا، زي الترنر، زي الكلاين فلتر، وفي ستراكشرال لو مشكلة في التركيب بتاع الكروموزومات زي الترانسلوكيشن والايزوكروموزوم مثلا والدوبليكيشن والانفيرجن والانسيرشن والديليشن والحاجات دي كلها. بقول لك اربع كلاسز اوف نورمال ريجولات جين ار ذا برنسبل تارجت اوف جينيتك دامج. احنا عندنا طبيعي بيتحكم في السيل سايكل بتاعتنا اربع حاجات. احنا لو عايزين نعمل طفره تسبب سرطان هتبقى في حاجه من الاربعه دول. اول حاجه اللي هو البروتو اونكوجين. البروتو اونكوجين ده عباره عن جين بيعمل بروموشن للجروس، يعني بيحفز عمليه الجروس. بعد كده في التيومر سبريسور جين، ده بيوقف عملية الجروس، بيوقف السرطان ان هو يحصل. لو لقى الخلية بتتكسر كتير وكده بيبدأ يوقفها. وفي بعد كده عملية وفي حاجة مسؤولة عن الابوبتوزيس او البروجرام دي سيل ديس اللي خدناها في الهيستو. اللي مسؤول عن الابوبتوزيس ده لما يلاقي الخلية فيها دامج، في الدي ان ايه بتاعها في دامج والدامج ده غير قابل للتصليح، فبيبدأ يدخل الخلية في ابوبتوزيس يخليها تموت عشان ما يحصلش سرطان. وفي جين مسؤول على دي ان اي ريبير، لما يلاقي اخطاء في الدي ان اي يبدا يصلحها. اول حاجه البروتو اونكوجين ده مسؤول عن سيلولار فانكشن ومسؤول عن جروس والبروفليشن بتاع الخليه، تمام؟ البروتو اونكوجين ده بيكود لبروتينات بتعمل الوظائف دي، بتعمل لها دور في السيلولار فانكشن ولها دور في عمليه الجروس. زي مثلا ممكن يطلع جروس فاكتور، ممكن يطلع ريسبتور، ممكن يطلع سيجنال ترانسديوسر، او يطلع سيل سايكل كومبوننت، ممكن يطلع ترانسكريبشن فاكتور. اي حاجه من حد دي بتانفولف في السيل سايكل عموما وبتنظم دوره اللايف سايكل بتاعه الخليه والوظائف بتاعتها المختلفه بتاعتها، اسمها بروتو اونكوجين. لو حصل فيها ميوتيشن، لو حصل فيها طفره، هتتحول من بروتو اونكوجين لاونكوجين. اونكوجين ده يعني جين بيكود لسرطان، يعني جين بيعمل لي سرطان، بينديوس كانسر، تمام؟ فهي اتحولت من حاجه مفيده للخليه، بتنظم حياه الخليه، بتنظم الكروس بتاعها، وبتنظم الديفلوبمنت بتاعها، ليه اتحول لجين بقى بيعمل سرطان، تمام؟ طب ايه سبب الاكتيفيشن اوف اونكوجين ده؟ ايه اللي خلى لي البروتو اونكوجين يتحول لاونكوجين؟ ميوتيشن، طفره، جين امبليفيكيشن، حصل تضاعف للجين وكده، حصل كروموزومال ترانسلوكيشن، حصل جزء من الكروموزوم اتقسم وراح في حته تانية او كده، او حصل ريترو فايرال انسيرشن، جزء من الدي ان ايه او الجينوم بتاع فيروس بدا يحصل له انسيرشن جوه الجينوم بتاعنا فعمل لي اكتيفيشن ليه. البروتو اونكوجين ده شبه لو هنيجي نشبهها شبه الكوبس بتاع اللند، هو مقفول في الحاله الطبيعيه اللي هو البروتو اونكوجين. لو حولناه لاونكوجين كده احنا فتحنا النور، احنا عملنا سرطان، تمام؟ طب بعد كده عندنا قلنا اول حاجه البروتو اونكوجين اللي من ضمن الحاجات اللي هو لو هنعمل سرطان هنعمل حاجه في الاربعه دول. قلنا اول حاجه البروتو اونكوجين، ثاني حاجه وهو التيومر سبريسور فاكتور. التيومر سبريسور فاكتور جين ده عباره عن جين بينتج تيومر سبريسور فاكتور، بينتج فاكتور او عوامل او بروتينات بتعمل سبريشن للخليه لو لقيتها بدات تتهبل، بدات يحصل لها انكونترولد
سيل ديفيجن. تمام، بيقول لك ان النورمال جين امبليكيتد ان كنترول اوف سيل سايكل، بيتحكم في سيل سايكل، بيصلح الاخطاء اللي ممكن تحصل في الدي ان ايه، بيعمل ابوبتوزس للخليه. البرودكت اوف تيومر سبريسور جين نورمالي بلوك اب نورمال جروس. الطبيعي النواتج بتاعه الجين ده بروتينات، البروتينات ده بتقفل عمليه الجروس لو في اخطاء اللي هو اب نورمال جروس، لو الجروس ما هوش مظبوط بتبدا توقف عمليه الجروس اند مالجنم ترانسفورميشن. تمام، لو الخليه بدا شكلها يتغير وبدات تتحول لخليه سرطانيه، او بدا الجروس مش مظبوط، او في مشاكل في الدي ان ايه او كده، بتطلع البروتينات اللي طالعه من التيومر سبريسور جين ده عشان توقف العمليه. بقولك لو حصل في ميوتيشن بقى في الجينات دي، لو حصل في ديفكت في التيومر سبريسور جين، بالتالي ده مفيش حاجه هتتحكم في الخليه، مفيش حاجه هتوقف الخليه، فبالتالي هيحصل ان كنترولد سيل جروس ويحصل مالجنم ترانسفورميشن. وهنا بيقول لك ان التيومر سبريسور جين ده شبه البريك بيدل، شبه الفرامل، هي اللي بتفرمل الخليه، لو لقيت فيها اخطاء ولقيت فيها الجروس بدا يزيد وكده تبدا توقفها عند حدها. لكن لو الفرامل دي مش موجوده، الخليه هتفضل مكمله في طريقها والسرطان هيحصل. ولكن التيومر سبريسور جين ار ا فاميلي اوف نورمال جين ذات انستراكت سيل تو برودوس بروتين ذات ريسترين سيل جروس اند ديفيجن. بتبدا التيومر سبريسور جين دي بتطلع بروتينات بتبدا تقلل الجروس والديفيجن بتاع الخليه. لو التيومر سبريسور جين كود فور بروتين ذات سلو داون الجروس، بتبدا تهدي الجروس. لو خسرنا البروتينات ديت هنسمح للخليه ان هي تجرو، ان هي ديفايد بان كنترولد فاشن، بطريقه ان كنترولد، يعني هتتحول لخليه سرطانيه. ان التيومر سبريسور جين ار لايك ا بريك بيدل، شبه الفرامل، شبه الفرامل بتاعه العربيه. لو خسرنا التيومر سبريسور جين ده اكنك ماشي من غير فرامل، يعني انت بعد كده هيحصل لك ان كنترول سيل ديفيجن، او هتبدا تنقسم كونتينوالي، تبدا تنقسم، تفضل تنقسم طول الوقت، يعني هتتحول لخليه سرطانيه. عندي مثالين على الانكنترول على التيومر سبريسور جين اللي هو البي 53، وعندي اللي هو الار بي. البي 53 ده جين بيطلع بروتين اسمه بي 53، هو عباره عن تيومر سبريسور جين بيطلع بروتين اسمه بي 53. البي 53 ده تيومر سبريسور جين بيمنع الخليه ان هي تتكاثر بشكل ان كنترول. تمام، اتس اكتيفيتي ستوب ذا فورميشن اوف تيومر، يمنع السرطان ان هو يتكون. بيقع فين؟ على 17 بي 3 17، يعني الكروموزوم رقم 17. بي ده اللي هو الشورت ارم بتاعه الكروموزوم رقم 17 في البوزيشن رقم 13، ده كده ترجمه. بقول لك ان هو بيقع على الكروموزوم رقم 17 في البوزيشن رقم 13 على الشورت ارم بتاعته. البي قلنا ان البي شورت ارم وكيو لونج ارم. تمام، البي 53 بروتين ده عباره عن البي 53 جين بيكود لبروتين اسمه بي 53، وزنه 53، عشان كده بوحده كده اسمها كي دي اي، عشان كده احنا بنقول عليه بي 53. تمام، لان هو بيقع على البي، بيقع شورت ارم عشان وزنه 53. بيبقى موجود تقريبا في كل الانسجه وفي كل الخلايا. هو ان ستيبل وديجريتد كويكلي، هو لو طلع هو بيتكسر بسرعه. تمام، بس هو بيطلع امتى؟ بيطلع لو ليه ان في سرطان ممكن يطلع، الخليه بدات تتكاثر بشكل ابنورمال، او الجروس بدا يزيد، او في مشاكل في الدي ان ايه، فبيبدا يطلع لحد ما يصلح الضرر، بعد كده يتكسر تاني. ولكن one of the most mutated gene in cancer، في معظم، يعني واحد من اكتر الجينات اللي بيحصل لها اللي بيحصل فيها ميوتيشن في الخلايا السرطانيه بي 53 ده، وظيفته ان هو يعمل ريجوليشن للسيل سايكل، يعمل تصليح للدي ان ايه، يعمل ابوبتوزس لو لقى الخليه فيها دي ان اي دامج وغير قابل للتصليح. بقول لك عشان كده بيمنع النيوبلاستيك ترانسفورميشن، يمنع الخليه ان هي تتحول لخليه سرطانيه، يا اما عن طريق ان هو يدخل الخليه في ارستد سيل سايكل. يعني ايه ارستد سيل سايكل؟ اللي هو يدخل الخليه في مرحله كويسنس ستيج، اللي هو الخليه تبقى ما بتنقسمش، تبقى قاعده كده لحد ما تموت وما تنقسمش تاني، او يعمل لها ابوبتوزس يخليها تنتحر وتموت لو لقى ان فيها عيوب في الدي ان اي بتاعتها. زمالجنت تيومر ذات اريتين نورمال بي 53 جين ريسبوند ويل تو كيموثيرابي اند راديوثيرابي. يعني هو قال لك ان البي 53 ده بيبقى في معظم السرطانات حصل فيه ميوتيشن، فخلاص الخليه ما عادش عليها رقيب، ما عادش في حاجه بتوقفها، فبالتالي الخليه حصل فيها كانسر.
طيب في في بعض الخلايا ما بيحصلش، في بعض الخلايا السرطانيه او في بعض السرطانات ما بيبقاش في ميوتيشن في البي 53 ده، فنتيجه لذلك السرطان ده بيبقى سرطان كويس بيستجيب للعلاج الكيماوي والاشعاع وكده. تمام. الانهيرتنس اوف وان ميوتنت بي 53 اليل بريتسبوز مالجنس، لو انت ورثت طفره في البي 53 جين في قليل واحد حتى بس، يعني سواء خدته من ابوك او خدته من امك، احنا قلنا القليل ده قبل كده اللي هو احنا قلنا ان في اتنين كروموزوم، في نسخه من كل كروموزوم، واحد انت واخده من الاب واحد من الام، الجين مثلا موجود هنا عند في النسخه اللي انت واخدها من الاب، فليه قليل قصاده بالظبط على النسخه اللي انت واخدها من الام؟ فبيقول لك لو انت خدت قليل واحد بس في ميوتيشن فده بيعرضك لسرطانات. تمام. الانديفيدوال اللي عندهم الانهيرتنس ده اسمه هم لفراوني سندروم. ادي المشكله، ادي عندك الدي ان، لو حصل دي ان اي دامج بيبدا يحصل اندكشن للبي 53 جين، بيبدا يطلع البي 53 بروتين، البي 53 بيمنع الخليه ان هي تخش الاس فيس، بيعمل لها يا اما يعمل لها ريست في مرحله جي 1 يوقفها عن الانقسام ويخليها ارستد كده، يا اما يدخلها في مرحله، طب هو بيدخلها الاول كده، بيدخلها في مرحله ارست يعني بيخليها ما بتنقسمش، وبعد كده يشوف الدي ان اي بتاعها هيتصلح ولا لا. لو الدي ان اي بتاعها اتصلح خلاص البي 53 هيتكسر والخليه هتكمل انقسام عادي. طب لو ما تصلحش كده هو يدخلها في مرحله من الاثنين، يا اما يدخلها في مرحله ابوبتوسس والخليه تموت، يا اما يدخلها في بيرمننت ارست، يدخلها في ارست طول الوقت اللي هو سينيسيس. تمام. بعد كده عندنا مثال تاني على التيومر سبريسور جين اللي هو الار بي جي. الار بي جين ده على عكس البي 53 ده بيقع على ال 13 كيو 14 اللي هو بيقع على الكروموزوم رقم 13 في اللونج ارم بوزيشن رقم 14. تمام. الار بي بروتين ده عباره عن بيعمل ايه؟ الار بي جين بيعمل ان اكتيفيشن للترانسكريبشن فاكتور اسمه اي 2 اف، ده ترانسكريبشن فاكتور بيساعد في عمليه الترانسكريبشن وكده، عشان كده بينهبت السيل سايكل. لما يمنع الترانسكريبشن هيمنع السيل سايكل، هيوقف السيل سايكل، لان الترانسكريبشن بيكود فوق البروتينات اللازمه للسيل سايكل. بقول لك بيوقف عمل السيل سايكل ده في الجي 1، عشان كده يوجوالي سايكليدين دي رايز ان ليت اوف جي 1، في نهاية جي 1 بيطلع بروتين اسمه سايكليدين يمسك في الار بي جين ده ويعمله ان اكتيفيشن. خلاص، ما هو الار بي ده هو اللي بيمنع الخليه انها تخش الاس فيز، هو بيعمل لها ريس في مرحله الجي 1، مش هيدخلها في الاس اللي بعدها على طول. فاحنا في نهايه الاس لما الخليه تبقى مستعده وخلاص جاهزه هيطلع سايكليدين دي، سايكليدين ده هيمسك في الار بي جين في الار بي جين ويعمل له ان اكتيفيشن، فهيخلي هيسمح للخليه ان هي تكمل السايكل بتاعتها وان هي تخش في الاس فيز وكده. بقول لك في بعض التيومرز سيرتن تيومر انتيجين درايفد فروم فيروس مي كومباين ويز ار بي بروتين اند ريزلت ان ان كنترولابل اند كونتينوس سيل ديفيجن ليد تو كانسر. في بعض السرطانات في زي السرطانات اللي سببها فيروسات، في بروتينات بتروح تمسك في الار بي بروتين وتعمل توقف تعمله ان اكتيفيشن، فبالتالي هتدخل الخليه في مرحله الان كنترولد اند كونتينوس سيل ديفيجن اللي هو سرطان. يعني زي ايه مثلا؟ مثال على سرطان زي كده اللي هو ريتينوبلاستوما. ريتينوبلاستوما ده سرطان في العين. تمام. اسوشيتد نيوبلازم ممكن تحصل نتيجه الار بي جين، الاوستيوساركوما او الكارسينوما اوف بريست او الكولون او اللنج كانسر او كده. التيلومير ونظريه الكانسر، التيلوميرز ده قلنا ان هو بيبقى موجود في اخر الكروموزوم وهو يعتبر الايج بتاع الخليه، هو كل خليه عندها عمر معين، مع كل انقسام التيلومير ده بيقصر لحد ما يوصل لطول معين، بعدها الـ الخليه ما عادش عندها القدره على الانقسام لان التيلومير بتاعها قصر. الخلايا السرطانيه بيبقى عندها انزيم اسمه تيلوميريز، ده بيبدا يطول التيلومير، ده ممكن ده بيبدا ياثر التيلومير. يعني ايه ياثر التيلومير؟ يعني لا ده بيبدا يستبدل التيلومير اللي قصر في الانقسام بيبدا يستبدل التيلومير اللي قصر في الانقسام بتيلومير غيره، يعني مع كل انقسام التيلومير بيقصر، فبالتالي لما يقصر التيلوميريز ده بيبني مكان واحد جديد، فهو عشان كده الخلايا السرطانية بيبقى عندها القدرة ان هي تنقسم الى ما لا نهاية، عمالة تنقسم 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 لحد ما تموت الشخص. تمام.
بيقول لك ان الريبليكيشن اوف دي ان اي ات تيلوميرز از ريجوليتد باي ذا انزيم تيلوميريز. النورمال سيلز في الخلايا الطبيعيه تيلومير شورتند، في الخلايا الطبيعيه التيلومير بيقصر مع كل سيل ديفيجن، اند وين زي ريديوس بلو سيرتن لينز الخلايا بتموت. في الخلايا السرطانيه بقى الشورتنج اوف تيلوميرز ده بيتمنع بالتيلوميريز، التيلوميريز بيبدا يعوض الخساره دي. التيلوميريز ده لو احنا لقينا دواء يبدا يوقف التيلوميريز اللي هو يضرب الانزيم ده اللي هو تيلوميريز انهيبيتور، ده ممكن يبقى انتي كانسر اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني بيعالج السرطان. في حاجه اسمها الجين سيرابي، قلناها قبل كده وبنكررها هنا. الجين سيرابي ده هو ان واحد عنده ديفكتيف جين معين، فانا هدخله جين سليم مكان الجين اللي بايظ عنده ده. والجين ده مثلا بيكون اللي هو عنده فيه مشكله بيبقى بينكود لبروتين او انزيم معين، فنتيجه لذلك الانزيم والبروتين مش موجودين عنده، فلما الانزيم والبروتين مش موجودين عنده هو عنده مرض نتيجه كده. فانا هدخل له الجين السليم، الجين السليم ده هيخليه يصنع البروتين ده او الانزيم ده فهيعالجه، هيخليه سليم. احنا الجين سيرابي عندنا على ثلاث اشكال. في الاميونو سيرابي، واحد عنده مرض جيني مسبب عنده مشاكل في المناعه، هو ما بينتجش اجسام معينه في المناعه مثلا زي ما بينتجش اجسام مضاده او ما بينتجش خلايا تي مثلا او كده، فاحنا بندخله الجين اللي بيصنعها عشان نبدا نصلح الديفكت اللي عنده. تمام. في عندي ولك يوز جينيتيكلي موديفايد سيلز اند فايرال بارتيكل تو ستيميوليت الاميون سيستم تو ديستروي الكانسر سيلز. في عندي الاونكوليتيك فايروس ثيرابي، ده بنستخدم فايرال بارتيكل عشان نبدا نضرب الانقسام بتاع الخلايا السرطانيه، نمنع الخلايا السرطانيه. احنا هندخل جين معين جوه الخلايا السرطانيه، الجين ده مسؤول عن السيل ديس، بيدخل الخلايا السرطانيه في مرحله سيل ديس، فبالتالي هيمنع الانقسام بتاعها، فبالتالي هيموتها، فبالتالي هيعالج السرطان. في برضو الجين ترانسفير، ان انا ده بيقول لك ان انا انقل بقى جين او ادخل جين جديد للخلايا السرطانيه او للخلايا المجاوره للخلايا السرطانيه عشان يسبب سيل ديس فيه او عشان يبدا يعمل سلول الجروث بتاعه. بيقول لك نو جينيتك ديس اوردر هاف بين كونكلوسيفلي كيورد باي جين ثيرابي بات سم بروميسنج ريزلت ار اوبتيند فروم اونجوينج كلينيكال ترايل. احنا لحد دلوقتي مفيش حاجه حصلت من العلاج الجيني ده اللي هو حاجه اكيد حاجه كونكلوسيف كده، حاجه اتعالجت نهائي من العلاج الجيني، ولكن يعني كلها دراسات واعده، يعني دراسات ترايل كده في المعمل، دراسات واعده ان ممكن العلاج ده يبقى مستقبلي يعني ويعالج الناس اللي ما كناش عارفين نعالجهم قبل كده لان عندهم مشاكل على مستوى الجينات ده. كده كانت اخر محاضره في النظر بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.